السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائله المختلفة الفصيلة الخيلية، المقترات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الأسماك وكذلك أمراض الأدواج نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض أعراضه طرق انتقال الإنسان والحيوان وطرق العلاج وكذلك طرق الوقاية ودائما شعارنا في, الوق... في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج مشاهدينا مشاهدي العيادة البيطرية على قناة مصر الزراعي احنا في الحلقات اللي فاتت السبت اللي فات واللي قبله اتكلمنا على ازاي نرفع الخصب وازاي نقدر نق... نقضي على العق قلناها في حلقه وفي الثانيه وفي كتير منكم بعتوا لي شويه حاجات كده قلت قبل ما ابدا في موضوع حلقه النهارده وهو التواء الرحم اراجع معاكم شويه الحاجات اللي انتم سالتوا عليه عليا فيها كتير من الفحص والتلقيح والجس وامتى اللقح وامتى لو طبيعي ولا صناعي والحاجات الكتير اللي انتم قلتوها وهذه الجس فعلا آه بيضر ولا ما بيضرش والى جانب ان انا هراجع معاكم التزامن الشبقي مع الحيوانات وازاي ندخل الحيوانات في الشياع ونلقح الحيوانات تلقيح بسرعه. ده ان شاء الله موضوع الحلقه النهارده هنتكلم في جزء مراجعه قبل الفاصل وبعد الفاصل هنتكلم بقى على التواء الرحم بكل تفاصيله. احنا الحلقات اللي فاتت كان كلامنا كله ازاي افهم الهرمون شغال ازاي ازاي افهم اللي بيحصل من موضوع الهرمونات وتاثيره على الرحم وتاثيره على الحيوان يخش في الشياع وعجل بسرعه ان انا ادخل الحيوان يبقى اعشار في اقرب وقت واتمنى ان هو يكون من ستين يوم الى 120 يوم سواء كان في الأبكار او الجاموسه لو كان ايديال يبقى تتبع 90 يوم ولاده يكون كل الحيوانات اللي عندي عشار عشان يجي لي مولود كل سنه او كل 13 شهر او على اقصى تقدير كل على خم... كل 15 شهر. مشاهدينا مشاهدي العياده البطريقيه هنراجع مع بعض الصور ديت عشان والفيديوهات عشان بسرعه اقول لكم احنا نعمل ريفريشمنت للمعلومات بتاعتنا قبل ما نخش في الحلقه واقدر اجيب على معظم الاسئله اللي انتم سالتوها معانا على الفيسبوك وقبل ما نخش على الفيديو انا بطلب من المخرج ينزل التليفونات على الشاشه وتابعونا بقى على الحاجات اللي هي محمول او منزلي وعلى موقع الفيسبوك ينزله لكم برضو لو في اي اسئله اثناء الجزء الاولاني من الحلقه انا هاجبها وبرضو الجزء الثاني ان شاء الله دلوقتي موجود معانا على, على البلازما ده الحيوان بتاعنا ايه اللي بيحصل في موضوع الهرمونات بتاعته هنشوفها في عندنا في الهايبوثالاموس فوق اللي هو في عند دماغ الحيوان بيخرج هرمون الهرمون ده بيروح للمبيض او الرحم ده اللي هو الهايبوثالاموس انا عايز بس مع الصوره معاكم اقدر اشرح لكم القصه ماشيه ازاي سواء الاطباء حديث التخرج او اللي هو الجي ان ار اتش الجي ان ار اتش ده اللي موجود في السوق باسم السيستورلين ده منتج موجود في السوق اللي هو هرمون الجي ان ار اتش اللي بيطلع من الهيبوثلاماس آه، آه، في حاجات كتيره موجوده في السوق بس اشهر حاجه موجوده اللي هو السيستورلين ده منتج آه بيساعد على بيدخلش معانا في برامج التزامن الشبقي وبيساعد على سرعه التعشير بيطلع الجي اتش يطلع ال ال اتش والاف اس اتش اللي هو اللوتلايزنج هرمون والفوليكل ستيميوليتنج هرمون بيروح على المبيض شوفوا احنا بيطلع منين دي مراجعه سريعه مهم جدا تبقى عارف برده بعيد موضوع الهرمونات دي بي اللي بيحصل فيه بيروح على المبيض بيعمل ماتوريشن بسرعه للفوليكل اللي هو الاف اس اتش الفوليكل بتنزل وبعد كده يبدأ يتكون الكوربس اليوتيام او الجسم الاصفر آه نتيجة ان قبل ما الفولكل تظهر بيطلع الاستراديول او اللي هو بيروح لاهيبو ده اللي هو بيطلع علامات الشياع على الحيوان ويبدأ الحيوان في ان هو يعمل آه جنب على الحيوان اللي جنبه او يبدأ يموت يبدأ يعمل علامات الشياع او علامات الاستراسيكو الكوربس لوتيوم بيطلع البروجسترون اللي هو الجسم الاصفر بيطلع البروجسترون البروجسترون بيروح على الجزء الخلفي من بتوتريجلاند جلاند اللي هي الغده النخاميه والدوره بتبقى شغاله لما يجي سايكل جديده او شياع جديد يحصل البروجسترون خلي بالكم بيطلع منين؟ بيطلع من مكانين بيطلع من الكوربس لوتيوم وبيطلع من اليوترس مهم قوي الرسمه دي وانا بعد اراجع معاكم الحاجات دي للاطباء لان شفت شفت حالات يعني غريبه جدا آه وبرضه الرحم بيطلع بيطلع البروستاجلاندين اف 12 يعني البروستاجلاندين اف 12 بيطلع برده خلي بالكم من جدار الاندومتري جدار الرحم تعالوا بقى هنا ونقف شويه احنا كنا بنقول يا اخوانا البرنامج اللي قاعد اتكلم عليه بقى ثلاث حلقات اللي هو الاوفي سنك الاوفي او ان انا ادخل الحيوان في تزامن شبقي ان انا ادخل الحيوان ان هو يلقحه وبعد كده 10 بدي جرعه اولى ده في اللي هو البرنامج القديم اللي هو الجي بي جي بدي الجرعه الاولى من السيسترولين اللي هو جي ان ار اتش وبعدين في اليوم لو انا اعتبرت اليوم اليوم 1 او اللي هو جي ان ار اتش اليوم الثامن يعني بدات السبت يبقى السبت اللي بعده اليوم الثامن اللي هو البروستاجلاندين اف 2 الفا اللي هو الانزا بروست احقنه ده الماده الفعاله موجود في السوق باسم الانزا بروست أه بدي بعد كده السيستولين بعد في اليوم العاشر بلقح من 12 ل 24 اور ده النظام القديم اللي احنا كنا شغالين بيه في معظم المزارع اللي هو بنسميه الاوفيسينج او الجي بي جي عش... واعمله في الحيوان بعد 40 يوم من ولادته ابدا اشتغل وفي ناس تشتغل على 35 يوم ابدا اشتغل البرنامج ده اوصل في النهايه اللي انا عايزها الى اوصل الحيوان يبقى اعشار على اقصى حاجه 90 يوم او 70 يوم من 70 ل 90 يوم الشريحه اللي وراها ده برضو بيقول لك التاكيد اليوم الاولاني بتدي السوسترلين اليوم الثاني بتدي الانزا بروست اليوم السابع بعد سبعة ايام ديد الانزبروست بعد 48 ساعه بتدي سيسترولين تاني بعد 24 ساعه بيحصل الافيوليشن وانت بتلقح بعد 16 ساعه ده مراجعه لازاي ادخل حيوان في تلقيح اجباري او في الشياع بعد الولاده وقلنا برضه هراجع معاكم لازم تكون الولاده نظيفه عدم تدخل في الولاده والكلام ده كله هقوله مع الفيديو اللي جاي الشريحه اللي بعدها استاذنا ده الجديد بقى اخواننا إحنا كنا شغالين البرنامج بندي الجي إن آر اتش اللي هو سيسترلين وبعدين بندي الأنزا بروست في على سبعة أيام في حاجة كبيرة دلوقتي طلعناها اللي هي اسمها البريد أه بحطه وهوريكم صورته بعد شوية بحطه في اليوم الأولاني وبسيبه سبعة أيام ده النظام اللي هو النظام السبعة أيام وبدي الأنزا بروست وبعد 56 ساعة بدي سيسترولين تاني اللي هو جي ان ار اتش وبعد 16 ساعة بيتم التلقيح. ثبت ان استخدام البرايد ده مع مع البرنامج ده بيرفع نسبة العشار من 35% إلى 55% أو من 40 ل 60% يعني زيادة تقريبا 20%. وفي نظام تاني اللي هو الخمسه دي الاولاني ده اللي هو السبع السبعه دي او السبعه ايام النظام الثاني لو انت برضه حبيته اللي هو دبل بروستا جلاندين اف ألفا او دبل انزا بروست آآ بدي آآ سيستولين في اليوم الاولاني وبحط معاه البرايد او البريد لمده خمسة ايام وبعدين بحقن الحقنه بتاع بروستا جلاندين اف ألفا اللي هو الانزا بروست وبعد 24 ساعه تانيين بعمل حقنه تانيه بروستا جلاندين اف ألفا او الانزا بروست بعد 48 ساعه مع التلقيحه بدي السيستولين او الجي ان ار اتش مهم قوي أو قوي الشريحه دي وانا عايز اسيبها شويه عشان الناس تنقلها كل اخواننا الدكاتره الموجودين في الفيلد بره او بتوع المزارع او الفلاحين حتى او المربين الصغار ينقلوا ينقلوا الشريحه دي ببدا الاول بسيستولين بعد وبحط معاه البريد او البرايد واخد بالك فور سبعه ايام وبدي جرعه واحده من البروستاجلاندين تو اف تو الفا او الانزا بروست وبعد 56 يوم بدي السيسترولين تاني بعد ستة 56 ساعه بدي السيستولين تاني في اللي هو في اليوم التاسع بعد 16 ساعه بعمل التلقيح الاجباري اللي هو التايمد ارتفيشال انسيمينيشن بعمل التلقيح بتاعه. ده بروجرام اللي هو الاولاني ده والتاني بروجرام ده بيقعد سبعه ايام حاطط البريد فيه او البريد فيه والثاني والتاني بيقعد خمس ايام بس بزود جرعه بروستاجلاندين اف تو الفا زياده اللي هي جرعه الانزا بروستس اللي هو بدي جرعه مره ثانيه تكرار نقولوها يا اخوانا هي مش عارف واضحه قدامكم على الشاشه ولا لا جي ان ار اتش الاولاني اللي هو سيسترلين باد بريد خمس ايام مع السيسترلين في انترا بريد انت عارفين البريد اللي هو ايه بروجسترون ليزنج انترا فاجينال ديفايس هرمون ده اللي هو الاختصار كلمه بريد يعني هو تدخيل البروجسترون مع الجي ان ار اتش ومع البروستاجلاندين اف 12 ده بيرفع نسبه نسبه الخصب او نسبه العشار 20% عما كان شغال مع الاوفيسينك لوحده من غير البريد وبعدين بدي الانزابروست وبعدين جرعه تاني انزا بروست بعد 24 ساعه 48 ساعه بلقح الحيوان مع جرعه السيستورلي ديت واضحه قدامكم يا ريت كله ينقلها لان ديت ثبت انها بتديني 20% زياده في نسبه العشر. السلايد اللي بعده او الشريحه اللي بعدها ده المنظر او صوره البرايد او البريد ازاي بندخله جوه الفاجينة وان شاء الله في القريب العاجل هنجيب اصحاب المنتج ده يشرحوا لنا بيتم ازاي تدخيله وايه الطريقه وهو افضل حاجه ليه ايه قريب قوي ان شاء الله نجيبهم معانا يكلمونا على المنتج ده بكل التفصيل ده صورته اللي هي ممكن تجي لكم ده البرنامج خمس ايام برضو لو انا بدات الدي زيرو الساعه 8 الصبح بحط البرايد فور خمس ايام باجي اشيله الساعه 8 الصبح برضو ومعاه جرعه انزا بروست وبعد 56 اور ل 72 اور بدي السيسترلين مع الارتفيشال انسميشن او التلقيح الصناعي. الساعه 7 اليوم السابع الساعه 4 بعد الظهر. ده برضو نخلنا بالنا نبص عليه كويس عندكم دلوقتي ثلاث أنواع من البرامج بالمنتج ده مرة على سبعة أيام جرعة واحدة بروستا جلاندين افتو الفا أو جرعة واحدة انزا بروست ومرة على خمس أيام مع جرعتين انزا بروست والمرة الأخيرة اللي احنا شفناها دلوقتي جرعة واحدة برضو انزا بروست مع سيستورلي ده مراجعة سريعة على عملية الاوفي سينك او عملية ازاي ارفع من نسبة الخصم وازاي اقلل نسبة العقم في المزارع وعند الفلاحين. الطريقة دي ما استناش الحيوان يقعد بالثلاث شهور او اربع شهور او خمس شهور واقول ابدا اشتغل عليه في التلقيح وابدا ابدا افحص لا من بعد 30 يوم او 35 يوم ادخله تلقيح التزامن الشرقي تلقيح اجباري من اول مره هيمسك 40% من 40 ل 50% تاني مره برضه بعد شهر بعد 35 يوم او اعمل ريسينك تاني الحيوانات هتخش في تعشير تاني هيطلع لي من من 60 الباقيين يطلع منهم 40% برضه يابا يعني انا قللت فتره الفتره بين ولادتين ودخلت الحيوان في في عش وجات لي الثمره بتاعتي اللي هي الجنين جالي في الميعاد اللي انا عايزه لان احنا كلنا يا اخوانا بنربي الحيوانات لهدف واحد هو الربح أنا مش بربيها عشان يتقال معايا عندي بقرتين أو عندي جاموستين أو حاجة، الربح لو الحيوان ما بيربحش مش هربيه، هبيعه تاني يوم، يبقى دايماً أساسنا في الطب البطري ومعالجة الطب البيطري الطب البيطري اقتصادي، يعني الحيوان هيجيب معايا ويربحني هحافظ عليه وأعمل له اللي هو عايزه، الحيوان مش هيربحني يبقى أنا كده خسرت وأبيعه أو أدّحه. ده اللي أنا عايز أقوله بالنسبة للتزامن الشبكي. طيب يا دكتور حامد انت دايما تكلمنا على اقلل فتره الولاده ازاي الفتره بين الولادتين ازاي ارفع نسبه الخصب ازاي ارفع نسبه العشر ازاي ده برضه هقوله معاكم بسريع كده مع الفيديوهات الجميله اللي احنا جايبينها دي معايا اتصال من السعوديه الاستاذ محمود السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا والله والله كتر من يا ريت تعلي صوتك يا استاذ محمود عشان الصوت بعيد شويه بقول تعالي استمع صوتك وربنا يكثر من امثالك ربنا يبارك فيك ويخليك يا رب الله يخليك انا عندي يا دكتور عامل في البيت كده مزرعه بتاع يجن عندك مزرعه ايه يعني دي دي انا عندي في البيت اه ماشي والله المستمع كويس بس وبعدين ماشي هل انا تربيتي في البيت فيه مزرعه ولا لازم اطلع مزرعة يا انصاري انا الصوت مش كويس، انا عندك جمل ولا عندك بقرة؟ لا غنم 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 ج... عنده جمل تمام ماله؟ غنم 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 ماعز غنم ماعز ماعز يا انصاري ماعز يا انصاري أي... انت بتقول لي جمل ما... <applause> لا غنم غنم ماعز عندك ماعز نعم ايوه الوقت انا رب مربوط في البيت بس في مصر. بس بالنسبة للشمس بالنسبه للسف ليهم يعني بيدخلوا السف بسيطه هل ده بيهم ولا اعمل لهم ايه؟ والله معلش يا عيد الكلام بس بالراحه كده عشان اسمعك ان الصوت واصل لي بعيد قوي عندك ماعز دي... دي انا سمعتها اه عندي ماعز مربيها في مصر ماعز مربيها في مصر جميل اه دلوقتي مربوط في البيت عندي في نفس البيت اللي انا كاتب فيه نفس في نفس البيت اللي انت ساكن فيه اه تمام يعني الشمس بتكون لهم بسيطه مش كتير بيقول ايه يا انصاري الشمس الشمس بتكون لهم بسيطه مش كتير. طيب خليت مع الكنترول عشان يسمعوا منك سؤال فعلا من السمع من السمع كويس خالص هما يسمعوا منك يوضحوه ويقولوا لي وانا هاجب على حضرتك. آه هنكمل احنا قلنا بنقول ايه؟ آه، عملية إزاي أوصل أن أنا أرفع نسبة الخصم أو أرفع نز... أقل نسبة العقم على قد ما أقدر بالطريقة اللي إحنا قلناها في الحلقات السابقة تجهيز مكان للولاد مكان نضيف للولاد أقلل بقدر الإمكان عملية التدخل في الولادة أسيب الحيوان يلد لوحده التكرار بيعلم الشطار أنا بقول لو أنا وصلت في الآخر أن كل فلاح يبقى عارف الحتتين اللي انا بقولهم دولت يابا انا كده قضيت على 80% من نسبه فشل الإخصاب الفيديو معانا على الهواء اهو عدم التدخل في الولاده مهم جدا. سيب الحيوان يلد لوحده مهم جدا. نظف المكان اللي الحيوان بيلد فيه من الحاجات المهمه جدا. ده هيقلل هي 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 لك اي التهابات رحميه، أي, اي مشاكل في الولاده. هيقلل لك الفتره بين ولادتين، هيقلل لك الريبيت بريدر، هيقلل حاجة كتير قوي. يبقى اول خطوه زي ما احنا قلنا يا اخوانا عدم التدخل في الولاده طبعا قبل تد... عدم التدخل في الولاده تجهيز الام كويس من ناحيه التغذيه تغذيه جيده نقول نديها للام قبل الولاده وقلت لكم ان شاء الله هيبقى في حلقات مفصله عن التغذيه للحيوانات الحيوان ده ياخد قد ايه وهو عشار ياخد بروتين قد ايه وياخد طاقه قد ايه ونعمل لكم نماذج من على دي ان شاء الله في حلقات خاصه بالتغذيه دي هنقول وبعد كده نسيب الحيوان يلد لوحده انا جبت لكم مناظر كتير الحيوان مش محتاج اي تدخل في الولاده 90% او 95% من الولادات بتتم لوحدها 5% بس اللي بيحصل فيهم مشاكل وال5% دولت اللي انا قاعد اشرح فيهم او اتكلم فيهم في الحلقات الثلاث اربع حلقات اللي فاتوا اللي يبقى فيها التواء او يبقى فيها انقلاب او يبقى فيها دستوكيا او كل ده انا مش هسيب الجزء ده الا ما اخلصه عشان نحافظ على الثروه الحيوانيه للفلاح. انا بحزن قوي 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 لما الاقي دكتور الفلاح بيستنجد بيه ويروح يعمل له العمليه يقضي له على الجنين ويقضي له على الام ويجيب العدوى للفلاح كمان. يعني واخدين بالكم يعني خليه ياخد بالخرطوم من ال... انا ج... يعني مش عايزه جالي فيديوهات في منتهى يعني الرعب من ناحيه بعض الدكاتره لما بيروحوا يعملوا توليد او التواء رحم او انقلاب رحم مش عايز اخد فيها خلينا احنا دلوقتي مع الح... مع الحاجات المهمه اللي نبص عليها في بالنسبه لاخويا الفلاح واخويا المربي الصغير يخلي باله كويس قوي عدم التدخل في الولاده دي رقم اتنين اي 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 الخمس ايام الاولين مهمين جدا 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 بعد الولاده يبص يشوف المشيمة نزلت ولا ما نزلتش الحيوان بياكل كويس ولا ما بياكلش كويس درجة حرارة الحيوان عالية ولا عادية أهم حاجة يا أخوانا الخمس أيام الأولاني عدم التدخل في الرحم النهائي ما يحطش إيديه ما يتدخلش بعد كده اهتمينا بالتلقيح والشياع كل دي حاجات احنا قلناها عشان نقلل نسبة العقم على قد ما نقدر التوقيت المناسب لاكتشاف الشياع بالنسبة للحيوانات اللي انت هتلقحها صناعي زي الصورة اللي جايه لكم ديت التلقيح يا اخوانا في نهاية دورة الشياع يعني لو شاعت الصبح تلقح بالليل اما لو هتلقحها طبيعي انا بعيد وزيد اهو هتلقحها اول ما تشيع شاعت الصبح لقحها الصبح شاعد بالليل لقحها بالليل هتشتغل صناعي يبقى هتشتغل الصبح شاعد بعد الظهر لقحها خلي بالكم من ده كويس جدا التوقيت المناسب للتلقيح بيرفع نسبه الخز بيقلل نسبه العقد عمليه انك تلقح كويس او تجيب ملقح فني كويس يلقح مهم جدا برده بيرفع نسبه الخصب ويقلل نسبة العقم وبيرفع نسبة الخصم ويقلل نسبة العقم بيزيد ربحيتك بيحافظ على انتاجيتك بتزيد بتزيد المولود والنتاج بيزيد على مستوى الدوله كلها بيرفع مستوى الانتاج الحيواني في الدوله وبيقلل سعر اللحمه اللي مش عارفين ننزله لغايه دلوقتي. ده المكان اللي احنا بنلقح فيه، الحلقه دي عاملها مراجعه على خمس ست حلقات قبل ما ابدا في موضوع الحلقه اللي هو التواء الرحم المكان اللي بتلقح فيه اللي هو السيرفكس عنق الرحم الفولد بتاع عنق الرحم لازم تحس بالجن وهو داخل الفولد الاولاني والتاني وتبدا تنزل في البودو اوف زيوترس حسب ما الصوره معاك وماشيه كده منار تمشيهالنا سريع كده الله يكرمك ورا بعض آه. 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 تمام تدخيل القسطرة في المكان الصحيح، تنزلها في عند البايفوركيشن او البود اوف زيوترس ديت حاجات طب احنا ما احنا فلاحين احنا هنعمل الكلام ده الفنيين، في فنيين تبقى فاهمة بدل ما تعمل لك فرح العمدة وتضيع لك فترة الشياع وفترة التلقيح والاسترو والمجهود بتاعك لما هو هيعرف هيعود تاني عليك يا مربي يا فلاح يا فلاح هيعود عليه بخير مليون في المية ده صور التلقيح ازاي نبدأ ندخل الأسطرة ازاي نوصل الأسطرة نضرب الأسطرة في أنهي مكان الصح هوت يا إما في عنق الرحم يا إما في البودي أوف زيوترس ودي مهم جدا 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 ما تدهاش برة ما تروحش توديها دي أفضل مكان تنزل فيه اللي هو عند البايفوركيشن بتاع الطهور عند التقاء القرنين مع بعض تبدا تخش الحيوانات المنويه كلها على البويضه تنقل عن توصل قناه فالوب يتم الاخصاب في الأنبلة وطبعا مش كلهم بيخشهم كلهم بيساعدوا واحد بس ان هو يدخل على البويضه وهو ما ينفعش يخش الواحد ولازم كلهم يخش يطلعوا الهيالورونيز انزايم عشان يفك الكبسوله بتاع البويضه عشان اقوى واحد فيهم هو اللي يدخل ويحصل الاخصاب داخل البويضه الانبول تمام هذا قناه فالوب وده الحيوان المنوي هيتحرك لغايه ما يوصل زي ما انتم شفتم الى يقابل البويضه في الجزء اللي هو احنا بنسميه الانبول اللي هو هيظهر دلوقتي على الشاشه قدامكم يتم التلقيح ازاي احنا جبنا لكم برضو فيديو صغير دكتور جميل داخل المعمل بيلقح على اعلى مستوى بيعمل ووتر باص بينشف بمنديل جميل زيه بالظبط عليه ورده جميله برضه هيت بينشفها كويس جدا بيعمل الدراينز كويس جدا بياخده بيدخله في القسطره بياخده تحت باطه بيوديه للبقره بره ويبدا التلقيح ده فيديو يعني انا بعتبره ان هم بتوع المعامل بيحبوا يعملوه كده وفيديو تاني وراه بتاع المزارع وده صح والتاني صح المهم عملية التنشيف الجيد او الدراينس الجيد او التجفيف الجيد وضع الاسترو صح في الشيز ياخد الوقت بتاعه في الوتر باس صح اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم الازرق ده درجة الحرارة تتراوح من 36 درجة ل 37 درجة اللي هو اللي بيسموه الحمام المائي الحاجات دي كلها مهمة جدا أنا براجعها معاكم عشان كل مكان كان الفلاح يعرف الحاجات دي يجي له واحد ما هوش فاهم حاجة يشتغل غير كده يقول له حاسب شكرا أقف ويروح يجيب الراجل المحترم اللي فاهم اللي بيشتغل صح ده دلوقتي اهو طلع عمل الجيل هيبدا يلقح ويدخل الجن في المكان اللي حضرتكم قلناه لكم في البودي اوف ذا او مكان عنق الرحم مهم جدا كل واحد فينا مربي عنده بقره او جاموسه يعرف الخطوات دي بتتم ازاي ويمشي على اساسها ازاي هيبدا يبدا يدخل التشيز ويبدا يلقح زي ما احنا شفنا قبل كده وورناه لحضراتكم ويتم التخصيب ده طبعا كله سواء كان شياع طبيعي يبدا يلقح بالطريقه ديت او شياع اللي هو التايمد اللي هو البرامج يبدا برضو نفس الطريقه بدي من بين الشياع الاجباري او التلقيح الاجباري والتلقيح اللي جاي لوحده صناعي بس بنعيد وبنكرر يا اخوانا لو انتوا بتلقح صناعي التلقيح الحيواني يشيع عندك الصبح لقحه اخر النهار يشيع عندك اخر النهار لقحه الصبح لو انت بتشتغل طبيعي لو شاع معاك الساعه 7 وهجيب لك سلايد برضه هتيجي بعد ده اهي لسه بتكلم عليها اهو التوقيت المناسب للتلقيح الصناعي والطبيعي خليك بص على كلمه جود وبيست بالنسبه للطبيعي اللي هو ناتشرال سيرفيس بيبدا من اول اربع ساعات لغايه 13 ساعة من بداية الشياع اللي هو الجزء التحتاني ده اللي مكتوب عليه بيست قبل كده بدري قوي بعد كده متأخر قوي أما بالنسبة للشياع الارتفيشال انسيمينيشن أو التلقيح الصناعي بيبقى أفضل حاجة من 12 18 ساعة الأخرى ديت مهم جدا يا اخوانا ده تلقيح في مزرعه بسرعه بيعمل الشغل بتاعه عشان يا اخوان ده ده بيلقح ال في المزارع وده السونار اللي بنكتشف بيه الجاس على بدري قوي على 36 يوم او 35 يوم ودي صوره الجنين تا تحت الـ الاشعه الالترا اللي هي السونار نشوفه نحط البروب طبعا على على مكان اليوترس ومكان الجنين وده قلنا طريقه اخرى ازاي نعلم الشباب الصغير انه يجسهم؟ بارك الله في الدكتور اللي عمل الفيديو ده ربنا يكرمه يا رب آه وكل واحد يفيد الناس برده ربنا يكرمه، آه ده آه الجايد بتاعنا زي ما احنا قلنا في كل مره اللي هو عنق الرحم، عنق الرحم هو الاساس بتاع ان انا اقدر اشوف الحيوان ازاي اجسه وابدا اتحرك عليه، هو مسك عنق الرحم عرف طريقه الاول وبعد ما عرف طريقه دخل على المبي... على القرن اليمين ثم القرن الشمال ثم المبيض ويبدا يفحص ويشوف بقى علامات العشر في ده وده واحنا قلنا قبل كده يا اخوانا لازم عشان تبقى كويس وشاطر في عمليه الجس لازم تحط ايدك كتير قوي في حاجات فاضيه في العجلات بالذات الهيفر بالذات حط ايدك فيها كتير عشان تعرف الشكل الفاضي ايه وبعد كده اي حاجه غير الشكل الفاضي تبدا هي العشر تشوف بقى الفلكتويشن والاسيمتريه اللي هو الفيتال ميمبرين سليب كل الحاجات اللي احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت ديت ايه نبدا نركز عليه هو دلوقتي زي ما انتم شايفين مسك عنق الرحم داخل على الطهور بعد كده مسك المبيض بدا يفحص المبيض طمن على الفوليكل هنا موجوده ولا لا الجسم الاصفر موجود ولا لا وبدا يراجع على كل حاجه تحت ايديه ومن خلاله يبدا يشخص ويقول اه ده عنده جسم اصفر لا ده عنده بيضه عايز عايز ياخد سيستولين دلوقتي او ده في جسم اصفر عايز ياخد انزا بروست دلوقتي ويبدا يفحص ويشخص الحمل اذا كان موجود او اذا كان محتاجه فحص تناسلي او علاج تناسلي يبدا يعالج ده كله لازم يبقى انت بتجيب الحاجات دي ليه يا دكتور احنا الحاجات دي خاصه بالدكاتره فيه في دكاترة كتير يا اخوانا للأسف محتاجة حاجة زي كده في كتير قوي بالخمس سنين والعشر سنين والخمس سنة ما يعرفش يغيس إيه الولاد وبيخطأ في الجاز وبيدي علاجات للحيوان هو عشار وبيسبب في إجهاض الحيوان الكلام ده الكلام ده كله شفناه كتير في لفينا في القوافل ولفينا في المزارع لقينا في حاجات كتير لازم ناخد بالنا منها معانا دلوقتي لسه على, على الفيديو انصاري على الشاشه تمام ده أه دلوقتي بيجس حيوان عشر ثلاث شهور شايفين انتوا بيطمن على الفلكتويشن الفلكتويشن اللي هو تلاقي فيه حاجه زي الميه في الـ في الـ في, القرن اللي هو مليان اللي فيه العش والتاني ما فيش فيه حاجه خالص دي صغير في الحاج قليل ما فيش فيه فلكتويشن يبدا يعمل فيه بالبيشن يخبط على الجنين ويطمن على وجود الجنين ده برضه مراجعه سريعه معاكم للحلقات اللي فاتت اللي انا بقول بجمعها كلها مع بعض عشان نقلل نسبه العقم ونزو ونحسن من نسبه الاخصاب لان ده في الاخر هو الثمره بتاعت ده, ده اخر حاجه ممكن ايه نبص عليها ده تقريبا ده يا اخوانا مجمل الموضوع بتاع رفع نسبة الإخصاب وتحسين نسبة الإخصاب والتقليل من نسبة العقم. أنا بس عايزك يا أنصاري قبل ما أطلع الفاصل أنت تواصلت مع الراجل بتاع السعودية ولا لسه؟ لسه تواصلتش معاه يا ريت تواصل معاه وتشوفه عشان ده تقريبا يا اخوانا اللي احنا عايزين نقوله مراجعه معاكم سريعه قبل ما ادخل في موضوع الحلقه الاساسي وهو التواء الرحم التواء الرحم من المشاكل اللي اللي بتعمل لنا في الخصب متقليله جدا ممكن تضيع الام ممكن تضيع الجنين ده ان شاء الله هنقوله معاكم بعد الفاصل انتظرونا ومنتظرين برضو تليفوناتكم ومشاركاتكم انتظرونا بعد الفاصل مع التواء الرحم لطرين شوش مصر الزراعية تعال نخلي الدنيا خضره اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. قبل ما ابدا في التوالي الرحم ارد على الاستاذ محمود بتاع السعوديه كان بيسال على اللي عنده ماعز في مصر ما بيخو... اللي حدهم في مكان ما بيخشلهوش شمس فبيقول ده صح ولا غلط؟ لا انا بقول له غلط طلعهم في مكان يخش فيه شمس الصبحيه طلعهم بره، خلي العامل اللي معاك يخش يطرب المكان ما فيش امكانيه يبقى شمس عنده خالص يطلعهم بره. يطلعهم بره في الشارع او يطلعهم بره في المكان اللي عنده يبدا ياخدوا يتحركوا يتريضهم وهو ينظف المكان اللي موجود عنده ويطربه يعني يجيب شرب ناشف كده جميل كده يشيل الحاجات القديمه بقايا بقايا المعز اللي في اليوم اللي قبله يرميه بره ويحط يحط ارضيه نظيفه عشان يقي حيوانات مشاكل امراض كثيرة قوي ده تقريبا الرد على محمود التواء الرحم ايه هو التواء الرحم؟ التواء الرحم يا اخواننا واحد من اهم المشاكل اللي بتقابل الجاموس والبقر في مصر وبالذات في صعيد مصر. بيحصل حيوان العشار في اخر فتره حمله نتيجه لالتواء الرحم الجنين ما بيقدرش يخرج من وضعه الطبيعي. يعني ايه التواء الرحم؟ التواء الرحم يعني لف الرحم حوالين نفسه، حول المحور الطولي للرحم، مما يؤدي الى قفل طريق الولاده نهائي. الحيوانات اللي تتاثر منه 80% منها ابكار او جاموس. ايه هي اسبابه؟ اسباب التواء الرحم. واحد عدم التثبيت الجيد للرحم لرحم الحيوان العشار، يعني الرحم ما يبقاش ثابت كامل. رقم اثنين جدار البطن بيكون برضه سايب. التصاقات بين الاغشيه الجنينيه، حركه شديده للجنين في الفتره النهائيه للحمل. صعود او نزول من مكان مرتفع مره واحده، يطلع حته عاليه وينزل مره واحده او وهكذا حركه شديده الحيوان مثل ان هو بيجري وام الزحلق مره واحده او اتخبط جامد مره واحده الاستحمام في الترع ونزولها وطلوعها دي من اهم الاسباب خصوصا في الجاموس مع الفلاحين تطلع وتنزل. ايه هو الاعراض اعراض انت بتلاقي الحيوان قبل الولاده واقف يجيلك الراجل او الفلاح يقولك لك الحيوان ده عنده مغص بيقوم وينزل ويقعد على الارض ظهره مقوس بيقعد يحزق ويرفس من عند منطقه بطنه آه بعض الناس الفلاحين بيعتقدوا انها ايه في التهاب في المعده في مشاكل هضميه آه ويروح للدكتور ويديله الدكتور حاجات خاصه بفك اللكمه او او حاجه تشغل الكرش او حاجه زي كده اول ما الطبيب اول ما الفلاح يقولك ان في حيوان عشر فوق الثمان شهور وعليه اعراض من فضلك البس الجاونتي وجس الحيوان وافحص وافحص الرحم وافحص الحيوان هتلاقي ظهور اعراض التواء الرحم ده مؤكد ممكن موجوده عندك ممكن الاعراض بعد الاكل والحيوان ما ومغص واسهل وخد جم بعد يومين ثلاثه الحيوان يرجع تاني لوضعه الطبيعي لكن شهيته بتبقى قليله قوي وممكن احيانا تلاقي جزء من المهبل خارج. ده انت تعمل ايه عشان تشخص بقى؟ انت رحت والفلاح جالك وقال لك قبل الولاده الحيوان بدا يحصل مغص، يحصل التواءات، يقوم ويقعد يرفس على منطقه البطن بتاعه. ما تروحش تقول له خلاص عنده مشاكل في المعده وابدا ايه اعمل له روشته لعلاج الكرش او مشاكل الكرش واقف او الكرش مش شغال كويس. من فضلك زي ما قلت لحضرتك دخل ايدك واطمن على الجنين. لقيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي الصوره اللي قدامك ده الوضع الطبيعي هو نوعين من التواء، الوضع الطبيعي اللي هو الفؤاني ده في نوع آه يمين التواء يمين والتواء شمال. يعني الجزء الكبير من الرحم العشار بينحرف لليمين. يعني انت تحط لأيدك لأ ناحيه الجس محذوفه اليمين. اا آه 90% من من الالتواء اللي هو الليفت برود ليجامنت وشد معاه الحزام لليسار. انا يعني عايز اتكلم معاكم يعني ايه؟ انتوا انتوا بصيتوا على الصوره دي؟ بصيتوا عليها كويس على الفلاش ده على على البلازما. ده دلوقتي الوضع الطبيعي المهبل رايت ليجامنت والليفت, والليفت ليجامنت. انت بتخش كطبيب بقى بتعمل ايه وبتلاقي ايه او انت كمربي او فلاح بتلاقي الفلاح خليكم معايا يا اخوانا الحته دي كويس مهمه جدا الفلاح جاي قال لك على الوضع رحت انت قطري دخل لبست الجاونتي ودخلت ايدك ركطه من الاول متعود انت تدخل ايدك بتلاقي ايدك بتمشي طبيعي بتحسس على على الرحم سواء كان في اليمين او او كان في الشمال بتحسس على الجنين الجنين تحت ايدك واضح صاحي بتقفل معاه بتطمن عليه سيبنا شويه خلينا خلينا لكم دي بالراحه شويه بتلاقي انت ايه؟ اول ما تخش ايدك تلاقي ايدك بتنحدف لوحدها كده مش رايح مش رايحه في طريقها اللي هو مش رايحه انها تجس لا ايدك يا اما تنحدف كده مش لاقي الرحم يا اما تنحدف كده دي اول حاجه تيجي تشيل ايدك من الركتب وتخلع الجوانتي وتلبس جوانتي تاني وتحطه في المهبل فتلاقي تكون فتحه المهبل عامله زي الشكل المخروط الكبير من الامام كده من الامام ومقفوله من الخلف كل جدار المهبل نفسه ملتوي ناحيه الالتواء درجه الالتواء دي ايه درجه الالتواء يا تلاقي عنق الرحم يا اما ملتوي التواء جزء كامل يعني ممكن التواء جزئي او التواء كامل التواء الجزئي في داخل ثلاث صوابع من ايديك داخل عنق الرحم التواء كامل يبقى ملفوف 180 درجه وممكن يتلف 360 درجه عنق الرحم التواء كل ما تستطيعش توصل للرحم ابدا بتلاقي الدنيا مقفوله عند م... مش هي انا متعود ان ادخل ايدي في المهبل ادخل ألاقي السيرفكس قدامي مفتو... يعني سواء كان احط صبعي او الثلاثه او اربعه او خمسه مفتوح انا بلاقي بلاقي الدنيا معايا مقفوله هنا ومقفوله هنا في من فوق الرقبه على طول اقول خلي لا يبقى ده دخلنا في اتوي الرحم مهم جدا ده في عمليه التشخيص لازم اي طبيب صغير او طبيب كبير الفلاح يقول له أنا عندي حيوان عشار على وش ولاده خاصة الجاموس وفي إسهال وفي إسهال أو عدم أكل أو مغص أو كذا أو كذا يفحص أول حاجة الجنين هيلاقي إيه؟ لو دخل ما هيلاقي إيده بتروح كده أو بتروح كده ما بتروحش في اتجاهها الطبيعي اللي هو يطمن على الجنين أو يطمن على الرحم الجنين موجود فيه ولا لأ ياكد يخش من المهبل يلاقي برضه ايده ما مفيش عنق رحم قدامه خالص نهائي طب يشخص ازاي بقى آه خلي بالكم اهم حاجه يعني احيانا بيحدث نتيجه خطا في التشخيص وعلاج خطا بينحرف الرحم للمكان الخطا ويؤدي الى قطع البرود ليجمنت اللي هو خلاص الحيوان راح منه اضعف اضعف جزء في الجهاز التناسلي بيحدث ايه يعني التفاف للرحم كامل وياخذ معه عنق الرحم و يعمل ضغط على الوريد نتيجه للضغط على الوريد اللي هو الموجود في اللي بيغذي الرحم ينتج عنه اضطراب في الدوره الدمويه بيؤدي الى زياده ثاني اكسيد الكربون الوصل للجنين بيتحرك الجنين حركه شديده لانه مخنوق وبيضطر يرفس بقوه نتيجه لهذه الحركه يلتف الرحم اكثر ويلتوي اكثر الامر اللي بيؤدي الى الضغط على الشريان فيقل الاكسجين الواصل للجنين واذا لم تلاحظ الجنين الجنين بيموت منك مهم جدا الحاجات طرق العلاج قبل ما اقول طرق العلاج مهم قوي, قوي قوي قبل ما يجي الفيديو والكلام ده اعرف اشخص الالتواء ده يمين ولا شمال مهم جدا انك تحفظ كده ليه لان اللي انت لو شخصته صح هتعرف تلقده على الناحيه الصح يعني هو اه لو التواء الرحم ناحيه اليمين هتعمل كاستنج للحيوان ترقيد للحيوان ناحيه اليمين لو الناحيه الشمال هتعمل ترقيد للحيوان ناحيه الشمال فلازم ابقى عارف الحيوان ده ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال اعرفها ازاي دي اقولها لكم بطريقه مبسطه جدا انتوا عارفين شا... لعبه الشده شد الحبل بين اتنين اتنين ماسكين حبل وبيشدوا بعض لما الاقي اللي هو شادد انا معايا الانصار مثلا بيشد معايا الحبل قدام انا بشد وقوتي جامده خدت الانصار علي الجزء اللي ناحيتي انا ايه هيبقى مرخي يعني الجزء اللي هو في بتا الحبل بتاعي مرخي اما الحبل بتاع اللي هو مجد من الانصاري مشدود على الاخر يبقى يبقى انا شديته ايه ناحيتي يبقى الجزء اللي تلاقيه وانت بتحط ايدك البرود ليجمنت مشدود على الاخر يبقى ده ناحيه المكان هتقولي الالتواء ناحيه الحته اللي هي مرخيه يعني انا شديته ناحيتي يعني لو انا افترضت ان انا يمين والاخ الانصاري قدامي ده شمال لو انا حطيت ايدي ولقيت الحته بتاع البرود ليجمنت اللي هنا مرخيه واللي ه... واللي حته هنا مشدوده يبقى الالتواء ناحيه اليمين او العكس. تحط ايدك تلاقي الحته مشدوده على الاخر يبقى الحته اللي مشدوده عندك في اليمين ديت العكسها. او العكس زي ما الرسمه كانت موضحه المره اللي فاتت. تحط ايدك تلاقي المكان المشدود جامد الالتواء ناحيه العكس بتاعه. المكان المرخي هو اللي ناحيته يعني ال 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 الرحم جه كله ناحيتي. الرحم جه كله ناحيتي او العكس او الانصار شدني يبقى الرحم كله رايح ناحيته يبقى هو التواء يا اما ناحيه اليمين او ناحيه الشمال اشخصه ازاي؟ من البرود ليجمنت من الليجمنت الموجود مشدود في انهي حته. عرفت اشخص ابدا احط الحيوان ارقده زي الفيديو اللي هيجي بقى دلوقتي على المكان اللي فيه ال التواء. طرق عديدة لفك الالتواء الطريقة الأولى عملية قيصرية دي سهلة طرق. معانا اتصال أخونا تامر من منوفية ألو ألو مساء الخير يا دكتور أهلا وسهلا يا فندم بعد حضرتك بس يعني استشارة طبية كده في بقرة بقرة ولدت بس الدرع بيجيب دم مع اللبن بتجيب دم بعد الولادة؟ اه مع اللبن مع اللبن دي سهل مم. اه دي يعني لو في في واحد بس بيز واحد بس تمام هو هي بكرية ولا أول ولادة؟ هي لسه لا بكارة بكرية تمام اللي بيحصل يا استاذ تامر آه آه ان آه قبل الولادة خاصة في البكارة بيح... الـ 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 القنوات اللبنية في الضرع بتبقى مليانة على الأخر نتيجة الامتلاء على الأخر بتضغط على الشعيرات الدموية اللي بتغذي القنوات اللبنية دي فبيحصل انفجار في الشعيرات الدموية دي فبينزل الدم مع اللبن فإنت علاجها في الطريقة دي إيه شوية مية ساعة أو شوية ثلج مع فيتامين كاف تجيب شوية ثلج مية ساعة وتحطهم على الضرع بتاع الحيوان أو وتدي حقنه فيتامين كاف من أي صيدلية بشري تديها للحيوان هتلاقي الدم ده يقف يعني دي حالة فسيولوجية مش حالة يعني مرضية بتروح مع الوقت وبتحصل دايما في البكارة حديثي الولادة طيب نرجع بقى أخوانا يا أخوانا لالتواء الرحم يا إما الطريقه الثانيه باليد وتحتاج الى قوه ومجهود في حاله الالتواء البسيط ممكن نعدله باليد الطريقه الثالثه اللي هي طريقه لف البقره باستخدام اللوح الخشبي ودي افضل طريقه لعلاج التواء الرحم للبقر 80% نسبه نجاح من هذه الطريقه استخدام اللوح الخشبي هات لنا بقى الفيديو اللي احنا هو خمس دقائق بالظبط صار الفيديو هتجيبه لنا وهنشرح مع بعض ازاي بيتم عمليه فك التواء الرحم اه هو ده انصار بدايته خالص هات له اخر حاجه عندك اخر حاجه يعني مجموعه الصور الاول وبعد كده الفيديو لو في وقت هات آه الصور ما فيش وقت يبقى خلينا في الفيديو خلينا في الفيديو على طول يا انصار ده يا اخوانا استخدام اللوح الخشبي خلي بالكم مهم جدا الحيوان بيدام انا انا هاتوا على الشاشه كلها وانا هفضل اشرح على الشاشه الحيوان بينام في نفس نفس الاتجاه للتواء لو الالتواء يمين نضع الحيوان على اليمين اه لو على منطقه الجانب الايمن والعكس لو الشمال يبقى على الشمال ونثبت له اللوح الخشبي على الفلانك ريجون وشخصين بيعرفهم هنشوف الكلام دلوقتي على الفيديو كله ونقدر نعمله في الاتجاه المعاكس ونفك ايه الالتواء علامه الالتواء فك اللي بيحدث ايه نزول ل السوائل الجنينيه بكميه كبيره من الرحم، عند ذلك بنخرج الرحم. ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي على الشاشه، وده ان شاء الله اخر حاجه هنقولها وبعد كده ننهي الحلقه. هو الفيديو كام يا وقته قد انصاري انصاري كم حلو، يعني هنبص عليه مرتين، حلو قوي احنا هنلحق الحلقه ان شاء الله. اه، عشان خاطرنا مرتين. طيب دلوقتي الحيوان ادي جاموسه الحيوان عنده تم التشخيص ان في التواء عنق الرحم او التواء الرحم على الناحيه اليمين بنيمه على نفس الجهه اللي هو كاستنج ذا سيم سايد اوف ان أنا, انا انيم الحيوان على نفس اتجاه التواء الرحم هو هنا منيمه زي ما انتم شايفين على الناحيه اليمين عرفت ازاي الناحيه اليمين آه ورا الحيوان من من عند ديله يمين وشمال اكنك بص قدامه هو دلوقتي منيمه على الناحيه الايه اليمين بيربط رجليه ازاي نشوفها مع بعض دي طريقه هنديه بس جميله وشاطرين زي الفلاحين بتوعنا شاطرين زي الفلاحين بتوعنا بالظبط يربط رجلين زي ما احنا شايفينهم كده ويجي ياكد الرابطه خلي بالكم هو بيعمل الفلونكة اللي أنتم بتعملوها ديت بعد ما يربط كويس مهم جدا ان احنا نشوف الطريقه دي لان 80% من حالات فك التواء عنق الرحم بالطريقه دي ما بنلجاش للقيصريه الا في الاخر لما نلاقي ما فيش فايده ابدا الجا القيصريه وهتكلم على القيصريه ان شاء الله في الحلقه القادمه هيبقى الموضوع الحلقه الاساسي القيصريه عشان انا شفت ما يعني حاجات يعني يشيب لها الولدان في عمل قيصريات فانا هوريكم برضو الحلقه الجايه الولادات المتعسره وعمل القيصرين دلوقتي شفنا حطينا اللوح الخشبي فين على منطقه الفلانك ريجو وقف شخص عليها اهو منطقه الفلانك كريجو اللي هي ايه يا اخواننا بالعربي منطقه الجوع عارفين الفلاحين عارفين الحته بتاع الجوع بتاع الكرش بعد الع... بعد العظمه الأول... العاليه بتاع البلفت بوت واضحه جدا مش هنقدر ننهي قبل ما نخلص الفيديو استنى ما يخلص بقى خليك معانا ان هو مهم جدا ان هو هي دي الحلقه زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو هي 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 هيعمل فك الالتواء واحد واقف على الـ على الـ على والحيوان الحيوان كله بيتحرك كامل على الناحيه الاخرى يقدر يفك الالتواء المفروض في طبيب يخش يشوف مره واثنين لو هو ما فكش يخش يشوف فك حصل فك للالتواء او حصل فك العودة ديت ولا ما حصلش لو ما كانش حصل يعيدها تاني يرجع تاني برضو خلي بالكوا بيعيدها تاني دلوقتي اهوت بيعيدها على نفس شايفين الكاستنج فين على انزاسيم سايد اوف سادوش ناحيه اليمين برضو لو واقف عليها وهيقف وهيبدا يحرك تاني هو عملها اول بره وحط ايده لقاها ما فيش مش فاتحه بيبدا يعمل تاني الحركه دي تاني يبدا الحيوان يفك الالتواء خلي بالكم يا اخواننا مهم جدا انت ممكن تعملها بسرعه او تجيب الطبيب ذو الخبره الجيده ذو السبعه الجيده يعمل الموضوع ده فعمل هيبدا يحط ايده دلوقتي ويبدا يشوف السوائل نزلت ولا السوائل ما نزلتش زي ما انتم شايفينه كده يبدا يحط ايده يطمن عنق الرحم رجع لوضعه الطبيعي ولا لا رجع لوضعه الطبيعي خد الحيوان وراح بيه على المكان اللي هيشتغل فيه الزنقه هيبدا يحطه فيها ويبدا يولد الحيوان. دلوقتي اطمن ان الالتواء اللي كان ناحيه اليمين بدا يفكه وبدات الحيوان اهوت قدامكم رجليه تطلع وجسمه يطلع ويحصل ايه الولاده ويتم اخراج الحيوان والمعامله بعد كده في مع العجل. آه ده دلوقتي يا اخوانا الطريقه اللي هي ايه يحصل فيها فك عمليه الالتواء الالتواء مهم جدا انت ازاي تتعامل معاه زي ما قلت لكم تشوف الحيوان التورشن بتاعه في انهي اتجاه يمين يبقى ترقدوا على اليمين وتعمله في الاتجاه العكس شمال يبقى ترقدوا على الشمال وتلفه في الاتجاه العكس مره واتنين لغايه ما يحصل الفكه كامله الفكه الكامله دي تفك لو على 180 هتلاقيه 90 هتلاقيه برشا اكيد ايد الدكتور هيحط ايده هيلاقي السوائل نزلت فجاه من من الرحم معناها ان الطريق بقى سالك الاول ما كانش فيه سوائل حاجه ان يعني الطريق مقفول كده وبعد كده ينزل الجنين ولو هو ما عرفش يعمل كده باللوح الخشبي يعمل السيزيريان سيكشن وده اللي هنتكلم عليها ان شاء الله الحلقه القادمه هنتكلم على الولاده القيصريه وطرق المختلفه لعلاج عسر الولاده مشاهدينا مشاهدي الاعزاء مشاهدي العياده البيطريه سعدت بلقائكم وعلى لقاء قريب ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 السبت القادم انتظروني من الساعه 7 للساعه 8 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته